Audio Jungle. الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الكرام، أيها السادة المتابعون، نحييكم اليوم الثالث لبطولة نجوم الغربية الأولى هنا على ملعب حديقة الأمراء. عيال الطائف يحضرون باسم الترجي، يقودهم نيجل بجميع الخبرات الموجودة. وكرة جول، وكرة جول. الغماري عملها، الغماري سواها في المرمى، حطها في الجول وجاب الأول. يتقدم الترجي على شباب ملكان. 1-0 هي البداية. 1-0 عنوان الكرة، جول عن طريق تركي الغماري. يسجل، يعطي 1-0، يسجل، يؤكد هذا الأمر إن كان هو عنصر التحدي فلا غالب لفريق كالترجي. يا غماري، يا تركي، يا تركي، الله 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 الله. تركي كاد أن يفتح القاموس، كاد أن يفتح القاموس، قد الله الله. الخطأ موجود، هل يعودون؟ هل يرجعون؟ تعود، لا يعودون. ولدى الترجي حارسا مثل سلطان. الكرة مرات الى خارج ارضية الملعب، ضربت الزاوية اللعب بالراس، ولكن من سيف بعد ذلك الى نيكا. ارتدادية الى عبودي، الله يا عبودي، الله الله الله. ارتدادية الكرة للترجي، ترجي الطايف، اوب 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 اوب. والفرصة والكرة جول، اهو، وبتعدي بتمر الى خارج ارضية الملعب الى ضربة المرمى، لكن خطيرة، كانت قصيرة، عادت الى ناجم. الدعدي يلعبها الى راشد، هم الكبار، هم الكبار. منحوا الكرة لشباب ما كان. الله 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 على الكرة. اللعب لكن ممدوح يخلي سراقي يلعبها جميلة للثمالي، جول من الثمالي. تصدى حارس المرمى، تحدى تركي الغماري وحطه، حط الكرة، حطه، والحطة الثانية والضربة الثانية، جول 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 جول. هو الغماري، ألم أقول لكم فتح القاموس؟ ألم أقول لكم فتح الأسطورة؟ ألم أقول لكم إنه يرى الهدافين ويريد أن يكون أول الهدافين؟ سجل جولين، أكبر نتيجة كانت بالأمس. 5 سريعة ملعوبة جميلة جدا عن طريق عبوري شنقيتي. راح حتى راح مر بالكرة، يلعبها، يعود باللقطة، يلعبها، لمسة جميلة جدا. هذه جول. أوهو، وكاد الغماري أن يكون أسرع هاتريك في البطولة. مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الله تبارك وتعالى، ستكون هناك 3 مباريات، مباراة بعد المغرب ومباراتان بعد العشاء. وجو الثمالي، هذه جول يا نيكا، هذه جول يا كبير يا نيكا. البقمي يسجل الثلاثية الترجية، يضرب الكرة بالحرافة وخبرات السنين داخل الجول، وصار الثلاثة داخل المرمى من صناعة ماجد الثمالي اولا، بعد ذلك الملعب. شوف الثمالي، حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. خطيرة، وراشد هذه افعاله، والدعدي هذه افعاله. جول للخبير، للقصير، للخطير، وقدم تحرم المرمى. هو راشد، هو علاقة ثابتة مستمرة مع الأهداف، مع التهديف. يسجل الأول، يعطي جرعة من المعنويات لشباب ملكان. أن فريق الترجي مضطرا على إجراء وكرة. الله يا عالم، الله يا راشد، الله يا الدعدي.
أجمل الأهداف يا مشعل يا مقاطي، هذه من أجمل أهداف بطولة نجوم الغربية بالدبل وور بالدبل كاب، وناجم يظهر مرتين، وناجم وراشد يظهر مرتين، وراشد يقول لترك الغماري راسي براسك، راسي براسك يا الغماري. هداف هداف، اثنين مقابل ثلاثة، الدحور وشالي متعثرا بالإصابة، كرة الآن ملعوبة، إبراهيم والبتيل، أوهو، وعملها عبودي، وعملها الشنقيطي، وجاب الرباعية في أكثر مباريات البطولة أهداف حتى الآن، ستة أهداف يا سادة خلال الشوط، أقل من شوط يضربون بهذه الكيفية ليكون استعراض أهداف ومهرجان أهداف من الفريقين. الترجي الشعبي هناك ثامن أيضا مع فريق شبابي ملكان، شوف التعدي، سدد كورة مرت إلى خارج أرضية الملعب، خلاص أطلق حكم اللقاء الكابتن عبد العزيز الشيخ. إمكانية أن يكون أحدهما هدافا للبطولة ابتداء من اليوم، ونيقى المقامي سجل، ويريد كذلك أن يكون ضمن أصحاب الثنائية بالإصابة، وكرة الأمن ملعوبة ملعوبة، لكن تعال خطيرة، هي فرصة الخماسية عبود الشنقيطي، قادر صرف وترك ناصر وحيضة نزل إلى أرضية ملعب اللقاء، الكرة الآن تلعب تلعب خطيرة تلعب خطيرة، هي ممكنة شوط المباراة الثاني، ما في أهداف، لكن أخيرا عبود الشنقيطي يعالج الموقف، يسجل الهدف الخامس، يسجل الهدف الخامس من كرة سيف المرتدة من حارس المرمى، بعد ذلك عبودي يسجل ثاني أهدافه. ثلاثة لاعبين سجلوا هدفين في المباراة، ستة أهداف الواقع لكن مختلفة، راشد الدعدي سجل جولين، تركي الغماري سجل هدفين، جانب الإبراهيم التغطية الدفاعية، فريقي فريق الترجي فريق الترجي اليوم جاء ليستمتع بالكرة، أوب 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 أوب، ونادر الراجل قادر أن يضرب الكرة بطريقة احترافية، الداعم الذهبي لرياضة مكة المكرمة الذي قدم دعما ماليا وهدف ربما يعطيك لقطة الختام، لكن ضاعت الكورة يا عمر، قطاع لك الهدف، وبخمسة أهداف مقابل هدفين يتمكن